يقول أحيانا الإنسان يدعو عليك بغير حق، يعني ما ظلمت ويدعو عليك، وهذا يحدث كثيرا. هو يظن أنه مظلوم، لكن أنت في بينك وبين ربك أنك ما ظلمته، فلا يهمك. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا عليك وأنت غير مستحق لهذا فهذا لا يضرك شيء ولا تخف منه. أهم شيء هنا أطع الله تبارك وتعالى ولا تهتم لدعائه أبدا، لكن لا بأس أنك تنبهه، تقول له هذا حقك وهذا كذا، وتبين له ذلك.